بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ بالمحاضرة طلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المحاضرة Structure of Protein، موضوع جدا مهم، يعطي تفاصيل مهمة جدا على Structure أو تركيب البروتين. بس الصورة والصوت واضحة طلاب؟ واضحة الصورة والصوت؟ جيد. Structure of a protein أو تركيب البروتين. ندخل بتفاصيل الموضوع مباشرة، لأن احنا شرحنا قسم من الموضوع بالمحاضرة السابقة مال الأمينو أسيد. بروتين ار بوليمر اوف الفا امينو اسيد. اذا البروتين هو بوليمر من الحوامض الأمينية، يعني سلسلة متعددة أو مجموعة متعددة من الحوامض الأمينية connected together with us، ترتبط مع بعضها راح تكون لي بوليمر او سلسله طويله من الحوامض الامينيه، وبالتالي راح تشكل البروتين. يعني يعتبر الامينو اسيد هو البيلدينج بلوك او اللي يسموه بريكيرسر او وحدات البنائيه لبناء البروتين. The structure of a protein is rather complex which can be divided into four levels of organization. يعني تركيب البروتين يعتبر هو أكثر شكل معقد ويصنف إلى أربع مستويات منظمة. البروتينات تصنف إلى أربعة أنواع، اللي هي primary structure و secondary structure و tertiary structure و quaternary structure، اللي يعني التركيب الأولي والثانوي والثالثي والرباعي، كل واحد طبعا له فد ميزة خاصة به. دكتور بلا زحمة، نعم السؤال نعم التسجيل للمحاضرة ما اسمع شنو؟ تسجيل للمحاضرة اكو؟ اي طبعا تسجيل اسوي، موجود تسجيل، انا بعدين انزل لكم اياه. تمام اي نرجع للحديث. Primary structure linear sequence of amino acid forming the backbone of a protein or polypeptide. يعني التركيب الأولي يكون على شكل سلسلة خطية من الحوامض الأمينية forming the backbone of protein، راح تشكل الهيكل البنائي أو العمود الفقري للبروتين، أو يسمونه البولي بيبتايد، يعني مجموعة من الحوامض الأمينية ترتبط بشكل متسلسل على شكل لينير خطي، وراح يكون لي البولي بيبتايد أو الهيكل الأساسي للبروتين. يعني لو نلاحظ هذا الشكل، هذا البرايمري ستراكشر، يعني حوامض امينيه متسلسله واحد بصف الثاني ومرتبطه بالاصره بيبتيديه بيبتايد بوين، يكون لي الستراكشر البرايمري ستراكشر للبروتين، يكون على شكل لينير خطي، هذا البرايمري. سكندري ستراكشر او التركيب الثانوي، the special arrangement of protein by twisting of the polypeptide chain، اللي يعني الترتيب المكاني للبروتين او الحوامض الامينيه المكونه للبروتين by twisting of the polypeptide chain، يعني السلسله البيبتيديه تكون ملتويه، يعني اشبه بالسلسله، يعني هذا التركيب السكندري، يعني هو هذا السكندري هو بالاصل كان برايمري، بس بعدين سوينا له twisting يعني التواء. شلون السلسله صار التواء بالبروتين؟ طبعا من يصير التواء انها راح تدخل عليه اواصر اخرى، يعني راح تختلف البروبرتيز مالته، يعني البرايمري ستراكشر بي فقط اسمه بيبتايد بوند اصل بيبتيدي، بس السكندري ستراكشر بي بيبتايد بوند بتوين امينو اسيد، وبنفس الوقت بي شنو بي هيدروجين بوند، يعني بين ال هذا التويست او الالتواءات او اللفات الموجوده، فيختلف السكندري ستراكشر عن البرايمري ستراكشر من حيث الشكل ومن حيث الاواصر ومن حيث عدد الاواصر ومن حيث الكيميكال او فيزيكال بروبرتيز، اكو اختلافات يعني تصير بيناتهم. المهم هذا الشكل الثانوي، فيقول يختلف يكون على شبه التواء بس من السلسله البيبتيديه. التيرشري ستراكشر او الشكل الثالثي 3 dimensional ستراكشر او فانكشنال بروتين، هنا راح ياخذ الشكل الثلاثي الابعاد للبروتين او تركيب البروتين او وظيفه البروتين، هذا التيرشري ستراكشر. طبعا التيرشري ستراكشر ايضا يكون على
يكون يعني اكو بين يعني صنفين، ممكن يكون الفا، هذا يسمونه سكند ستراكشر الفا هيليكس، التيرشر ستراكشر ممكن يكون الفا هيليكس وبيتا شيت، ويكون على شكل 3 دايمنشن ثلاثي الابعاد. فشوف يعني مو نفس هذا الشكل، هذا الشكل يسمونه الفا هيليكس يعني على شكل حلزون، هذا يكون 3 دايمنشن ثلاثي الابعاد، يعني بي يعني متراكب اكثر او متجمع اكثر بالنسبه للسلسله والاوامين والحوامض الامينيه. الكوانتينري ستراكشر، تركيب الرباعي. Some of a protein are composed of two or more polypeptide chain referred to as subunit. يعني بعض البروتينات تتكون من يعني سلسلتين او اكثر من السلاسل البيبتيديه اللي يشير اللي تسمى بالسب يونت او الوحدات الفرعيه. يعني هذا التيرشري ستراكشر من يتجمع اكثر من جزء من التيرشري ستراكشر، يعني التيرشري ستراكشر خلينا نسميه سب يونت، يعني وحده فرعيه. هاي الوحدات الفرعيه من التيرشري ستراكشر يتجمعن مع بعض، يعني تراكبا مع بعض، وطبعا من يتجمعن مع بعض راح يصير اواصر خاصه يرتبطن بها، يصير تعاصر هيدروجيني، تعاصر فاندرفالز، تعاصرات مختلفه راح يصير بين هاي المجاميع. هاي المجاميع اربعه، يعني هاي يعني كل واحد من ذني يسمونه سب يونت، اربعه سب يونت من التراكيب البروتينيه بمجموعها يعني كولكتيف تعطينا الكوارتينري ستراكشر. يعني نمثلها شلون، كانه عندك سلسله وهاي السلسله عندك اربع سلاسل جمعتهم يعني مكان واحد او كومه واحده راح يعطينا الكوارتينري ستراكشر اللي يسموها سب يونت. The special arrangement of this subunit is known as quaternary structure. يعني الترتيب المكاني لهذه السب يونت، السب يونت اللي كانه هذا التيرشري ستراكشر واحيانا السكندري ستراكشر يدخل وياها. فتجميع هذه السب يونت او التراكيب الفرعيه special arrangement ترتيب المكاني راح يعطينا تركيب الرباعي quaternary structure. The structure hierarchy of a protein is comparable with the structure of building. يعني التركيب البروتين يعني مقارنة بالتراكيب أشبه بالبناء يكون. The amino acid may be considered as the bricks. The wall as the primary structure. The twist on the wall as secondary structure. A fold bracket self-containing groom as the tertiary structure. يعني هنا مثل الحوامض الأمينية أشبه بالبريكس، يعني القراميد او الطابوق كانه، او الوحدات البنائيه او نسميها بريكرسر. The wall as the primary structure يعني يمثل التركيب الاولي للبروتين اشبه بالجدار الموجود بالغرفه. يعني تصور البروتين على شكل يعني مثلا على شكل بي على شكل بي غرفه او بيت متكامل. هذا البروتين يمثل البرايمري، هو اشبه الامينو اسيد اشبه بالبريكس يعني القرميد او الطابوق، والبرايمري ستراكشر اشبه بالجدار. التويستنج اون وول از ذا سكندري ستراكشر، الالتواءات اللي تصير بالجدران يعني خلينا نقول الجدران اللي تحيط بالغرفه يمثلها بالسكندري ستراكشر، يعني اصبح السكندري ستراكشر كانه الغرفه الموجوده في البيت. Full flagged self-containing room as the tertiary structure. بعدين غرفة من راح تتكامل جدران وسقف كأنه أخذت شكل التركيب الثلاثي. Building with similar and dissimilar room will be quaternary structure. بعدين هذا البناء المماثل للغرفة أو الغير مماثل إلها يكون هو يمثل التركيب الرباعي. The term protein is generally used for polypeptide containing more than 50 amino acid. طبعا البروتين احنا قلنا سلسله او بوليمر من الحوامض الامينيه، من يجمع عندي اكثر من 50 حامض اميني اقدر اسميه بروتين. اذا مثلا الحوامض الامينيه قليله اسميه بيبتايد، لكن مجموعه اكثر من 50 يسمونه بروتين او بولي او مثلا مجموعه من البولي بيبتايد ايضا نقدر نسميها بروتينات. المهم يعني هذا الشكل اللي يوضح لنا الاختلاف بين انواع الاشكال او مات البروتينات. البرايمري ستراكشر يكون لينير خطي، السكندري يكون الفا هيليكس او حلزوني، وطبعا هاي يتكون بأواصر هيدروجينية، هنا فقط بولي بيبتايد، هنا هيدروجين وبولي بيبتايد. هذا الشكل يمثل التركيب الثلاثي
يكون به يعني أكثر تعقيد. والكوارتيني ستراكشر هو مكون من سب يونت، وحدات فرعية متعددة، يعني كأنه تيرشري مكرر 3 مرات 4 مرات أو أكثر، ويجمع سوي يعطينا الكواتيرنري أو الشكل الرباعي. هذا هنا توضيح بعد أكثر ذكرته، أنه هاي برايمري ستراكشر، هذا التركيب اللينير الخطي. نشوف هنا هذا الحامض الأميني وهذا حامض أميني، يعني الحامض الأميني الأول مع الحامض الأميني الثاني الارتباط من خلال بيبتايد بوند، العصر البيبتيدية. العصر البيبتيدية تتكون بين مجموعة الأمين هاي ومجموعة الكربونيل مع فقدان جزيئة ماء، يعني ريز أوف ووتر. السكندري ستراكشر نفس اللينير بس صار بيه تويستنج، التواء. بس هذا الالتواء شلون على مود يستمر هذا الالتواء بالبروتين؟ لازم يكون هيدروجين بوندينج، يعني فورمينج اوف هيدروجين بوند. يعني هنا بالبرايمري اكو فقط بيبتايد بوند، آثار بيبتيدية اللي تتكون قلنا بين مجموعه الامين الحامض الامين الاول ومجموعه الامين الحامض الامين الثاني. بينما السكندري ستراكشر اضافه للبيبتايد بوند اكو هيدروجين بوند، اواصر هيدروجينيه تربط اللفات مال الشكل الحلزوني. التيرشري ستراكشر يكون 3 دايمنشن، ثلاثي الابعاد، يعني كانه نفس الالفا هيليكس مضاف الى اشكال اخرى يسموها الفا هيليكس، الحلزوني او البيتا شيت. الكواتيرنري ستراكشر نفس التيرشري ستراكشر لو سميناه سب يونت، وبعدين نجيب اكثر من قطعه من هذا السب يونت، يعني اكثر من قطعه ونجمعهم مع بعض. طبعا من نجمعهم مع بعض حصير اواصر خاصه راح تربط هذه المجاميع، هيدروجين بوند، دايسلفايد بوند، هيدروفوبيك بوند، يعني اي اواصر ضعيفه واواصر قويه بنفس الوقت راح يعني تجمع هذا التركيب الرباعي للبروتين، وبالتالي يعطينا التركيب الرباعي او الكواتيرنري ستراكشر. نرجع ندور نشرح كل موضوع بالتفصيل. Primary structure of a protein أو التركيب الأول للبروتين. Each protein has unique sequence of amino acid which is determined by gene containing and DNA. يعني يقول كل بروتين يعني يمتلك سلسلة منفردة من حمامض الأمينية أو سلسلة خاصة به من حمامض الأمينية، واللي تقدر by gene containing and DNA، واللي يقدر من خلال الجينات الموجودة أو المحتويات في DNA. إذا بالأصل البروتين من يصنع؟ يصنع من خلال الجين كود او الشفره الجينيه الموجوده بالدي ان اي. فالدي ان اي يعني بعمليه ترانسكريبشن بعدين بعمليه ترانسليشن راح يتحول الى البروتين. لكن البروتين هذا المصنع يعني سينثيسيس اوف بروتين ديبند اون جين كود فورمينج اون دي ان اي سيكونس، اعتماد على السلسله الجينيه الموجوده بالدي ان اي من خلال ترانسكريبشن بروسيس بعدين ترانسليشن بروسيس، طبعا باستخدام الامر ان اي هاي بعدين ها موضوع خاص بالحمامض النوويه، بعدين اذا صارت فرصه ناخذه يحول الدي ان اي الى بروتين. اذا البروتين من يصنع؟ ما يصنع بشكل اعتباطي، وانما يصنع اعتمادا على الجين كود او الشفره الجينيه المحتوات بالدي ان اي للخليه الموجود بها. The primary structure of a protein is largely responsible for its function. يعني التركيب الأولي للبروتين يكون هو المسؤول على الوظيفة مالته، يعني حسب الحوامض الأمينية موجودة بيه راح يؤدي الوظيفة مالته. A vast majority of genetic diseases are due to the abnormality on the amino acid sequence of a protein. يعني الغالبية العظمى للأمراض الجينية are due to abnormality on the amino acid sequence، يعني تعزى إلى الحالة الغير اعتيادية لتسلسل الحمامض الأمينية بالبروتين. يعني أنا مثلا عندي بروتين برايمري خلينا نقول في سلسلة من الحمامض الأمينية، إذا صار أي ديز أوردر أي اضطراب في سلسلة الحمامض الأمينية المكونة من البروتين شو راح يعطيني؟ راح يعطيني جينيتيك ديزيز، راح يعطيني مرض جيني. ولهذا يقول جميع الأمراض أغلب الأمراض الجينية اللي يعزى سبب مالتها الى abnormality on amino acid sequence، انه الى يعزى الى سلسله من حمامض تسلسل الحمامض الامينيه بالبروتين يكون abnormal غير اعتيادي، وبالتالي يسبب امراض جينيه. change association with the primary structure of a protein، وبالتالي راح يحصل تغيير متعلق بتركيب بالتركيب الاولي للبروتين. يعني تغير الحمض الاميني بالسلسله اكيد راح يتغير تركيب البروتين، وبعدين تتغير خواصه وتركيبه
الامور المتعلقه به سواء كانت مرضيه او غيرها. The amino acid composition of protein determine its physical and chemical properties. يعني احنا مو قلنا البروتين يكون يعتبر بوليمر اوف امينو اسيد، فالحمامض الامينيه المكونه للبروتين هي اللي راح تقدر خواصه الكيميائيه والفيزيائيه. يعني كل ما تتغير الحمامض الامينيه الموجوده في سلسله البروتين تتغير الخواص الفيزيائيه والكيميائيه. And the change of a protein, change of amino acid and the protein structure lead to change on physical and chemical properties. نجي الى التفصيل او توضيح للبيبتايد بوند. احنا قلنا البوليمر هو يعني شويه ركزوا طلاب على هاي المعلومات لان جدا مهمه لما تفهم موضوع البروتين، لما تفهم موضوع البروتين وتفهم موضوع الامينو اسيد راح تفهم مواضيع هواي متعلقه بالبايوكيمستري او مواضيع الموليكولر بيولوجي او مواضيع النيوكليك اسيد الى اخره من المواضيع المرتبطه. تفهم موضوع الانزيمات، إذا يعني من راح تدرس انزيمات ما راح تفهم اذا ما فاهم موضوع البروتينات. البيبتايد بوند او الاسره البيبتيديه، احنا قلنا البوليمر هو يعني كونسيست اوف امينو اسيد، تتكون من الحمامض الامينيه يعني مرتبطه مع بعضها. هاي الحمامض الامينيه شلون ترتبط مع البعض؟ ترتبط من خلال البيبتايد بوندز او الاسره البيبتيديه. بس شلون تكون الاسره البيبتيديه وبين من ذا امينو اسيد ار هيلد توجذر ان بروتين باي كوفلنت بيبتايد بوند اور لينكيج. اذا الحمامض الامينيه ترتبط او تنعقد مع بعضها بالبروتين مهما كان نوع البروتين، قد يكون لينير او هيليكس او يكون سكندري او تيرشري او كوارتيرنري حسب نوعه. ترتبط هذه الحمامض الامينيه باي كوفلنت بيبتايد بوند، باصله بيبتيديه تساهميه او لينكيج او ارتباط. اذا البيبتايد بوند او الاصله البيبتيديه هي اصله تساهميه، وبما انه اصله تساهميه تعتبر سترونج بوند، اصله قويه. This bond are rather strong and serve as the cement material between the individual amino acid considerable as breaks. يقول هذه الاصله البيبتيديه بما انها تكون قويه and serve as the cement material، ذاك تعتبر او تفيد اشبه بماده اسمنتيه between individual amino acid، يعني تربط الحمامض الامينيه المنفردة وأشبه بمادة الاسمنتية تربط هاي الحمامض الأمينية مع بعض. طبعا وذكرنا أنه الارتباط بين الحمامض الأميني، هذا حامض أميني وهذا حامض أميني. الحامض الأميني الأول نهاية مالته مجموعة الأمين، والحامض الأميني الثاني نهايته مجموعة الكربونين، فيصير كونكشن أو لينكيج ارتباط بين مجموعة الأمين بين مجموعة الكربونين مع فقدان جزيئة ما يعطينا الآصرة بيبتدية. هاي الآصرة بيبتدية تعتبر قلنا كوفلنت بوند آصرة قوية. Formation of peptide bond، تكوين الآصرة البيبتيدية اللي شرحتها سانا قبل شوية. When the amino group of amino acid combined with carboxyl group of another amino acid، هاي اللي شرحتها هسه انه مجموعة الأمين للحامض الأميني ترتبط او تتحد مع مجموعة الكربوكسيل للحامض الأميني الآخر. يعني شوف هاي المجموعة الأمين الحامض الأميني الأول مع مجموعة كربوكسيل الحامض الأميني الثاني يرتبطون مع بعضهم راح يعطيني البيبتايد بوند. This bond are rather strong. Another amino acid peptide bond is formed. يعني راح يصير من يصير ارتباط بين مجموعة الأمين مع مجموعة الكربوكسيل مع فقدان جزيئة ما راح يعطينا بيبتايد بوند is formed. يعني راح تشكل الآصرة البيبتيدية كما لاحظ بالشكل هذا الشكل. خلينا ننتقل هو صاير بالصفحة الثانية هذا الشكل. يعني شوف هذا الأمينو أسيد الأول، هذا الأمينو أسيد الأول وهذا الأمينو أسيد الثاني. الأمينو أسيد الأول هذا بمجموعة الأمين وهذا مجموعة الكربوكسيل، يصير combination between them ارتباط بيناتهم linkage مع release of H2O فقدان جزيئة ماء راح يكون لي البيبتايد بوند. راح يكون لي البيبتايد بوند هاي الأصرة البيبتيدية أو راح يكون البيبتايد بوند هاي الأصرة البيبتيدية يعني تكونت بين مجموعة الأمين ومجموعة كربوكسيل مع فقدان جزيئة ماء. فهاي البيبتايد بوند أصرة بيبتيدية. المركب الناتج بعد أن تم ربط يعني جزيئتين من الحامض الأميني يعني after combination between two amino acid by peptide bond the structure complex، مركب هذا المعقد الناتج يسمونه داي بيبتايد.
دايبيبتايد. دايبيبتايد شنو؟ يعني حامضين امينيين. اذا ربطت ثلاث حوامض يعني ترايبيبتايد، اربع حوامض تترابيبتايد، وهكذا. يعني كل ما اربط حامض اميني التسمية تضيف حامض اميني اخر للتسمية. اذا صار اكثر من حامض اميني من 10 فما فوق او 20 يسمونه بولي بيبتايد، متعدد البيبتايد. ومن يصير بالمئات او اكثر هذا البولي بيبتايد هو يعتبر يصير هو اللي يمثل البروتين. نرجع للصفحة اللي قبلها. هاي هنا اللي ذكرها انه بيبتايد كونتين مور ذان 10 امينو اسيد. يعني ايه شوف، اذا البيبتايد يحتوي على 10 حوامض امينية يسمونه ديكا بيبتايد، 8 مثلا هكسي، 6 هكسا بيبتايد، 7 هبتا بيبتايد، وهكذا. I refer to as polypeptide. واذا اكثر يسموه polypeptide. Characteristic of peptide bond، شنو خواص الاصل البيبتيدية؟ The peptide bond is rigid and planar with partial double bond in character. الاصل البيبتيدية احنا قلنا covalent bond اصلا قوية، بما انه قوية فلهذا تكون rigid and planar، تكون صلبة ومستوية، with partial double bond مع عصرة مزدوجة جزئية ضمن الخواص مالتها. and generally exist in trans configuration، يعني عموما تكون على شكل او تاخذ وضعية الترانس. both carbonin and amine، يعني كلها مجموعة الكربونين والمجموعة الامين تعتبر شنو؟ group of peptide bonds، اللي هي تكون مجاميع في الاصرة البيبتيدية. are polar and are involved in hydrogen bond formation، يعني مجموعة الأمين هاي ومجموعة الكربوكسيل تعتبر ضمن الحامض الأميني تعتبر بولر قطبية. and are involved in hydrogen bond formation، وتشارك في تكوين الأواصر الهيدروجينية. لأن قلنا أهم شيء بالبروتين احنا قلنا يتكون بأواصر هيدروجينية ضمن الهيكل البنائي مالته. معنا قلنا اللينير ما بي أصر هيدروجينية، بس من يصير بروتين سكندري تيرشري كواتيرنري راح يصير بيه تعاصر هيدروجيني. فشلون يصير تعاصر هيدروجيني؟ من خلال المجاميع القطبية الموجودة بالحوامض الأمينية الطرفية، اللي هي مثلا اللي احنا قلنا السلسلة البروتين مال البروتين بيها طرفين، يعني بداية ونهاية. فالطرف البدائي بيه مجموعة كربوكسيل والنهاية مجموعة أمين، فهذا اللي أيضا يكون هيدروجين بوند. رايت أوف بيبتايد ستراكشر، يعني عندي سؤال. نعم تفضل. بس الستايد اللي قبله الاخر سطر، اي دكتور شنو هذا اللي يقول ترانس كونفيجريشن؟ شنو يعني ترانس كونفيجريشن؟ احنا عندنا احنا باعتبار الامينو اسيد شنو هو اورجانيك كومباوندز، يعني مركب عضوي. فالمركبات العضويه بالتركيب الستيريو كيمستري بالتركيب الفراغي مالتها لها وضعيتين، وضعية يسموها سيز وضعية يسموها ترانس. الوضعية السيز تكون المجاميع المرتبطة بذرات كربون بنفس تكون متشابهة بنفس الاتجاه. الترانس لا، تكون متعاكسة بالارتباط. أنا المشكلة ما حاط شكل هنا حتى أوضح لك الصورة. يعني ذرة الكربون أي يعني الترانس كونفيجريشن تكون وضعية متقابلة أو متعاكسة للمجاميع المرتبطة، وكو مقابلها نوع آخر يسموه سيز، بتكون مجاميع متشابهة. تمام شكرا. ما حاط صورة على الموضوع عشان صارت لك أوضح. نجي إلى كتابة التركيب مال البيبتايد أو الآسرة البيبتيدية. Conventionally the peptide chain are writing with free amino acid and N-terminal residue on the left، يعني بالسلسلة مال الحامض مال البروتين. يعني إذا كان مثلا برايمري خطية على سبيل المثال، يعني مثلا هاي سلسلة مال البروتين سواء كان يعني برايمري أو سكندري، فأكيد أكو بيها طرف أول وأكو طرف نهائي. فالطرف اللي يقول يكون على اليسار the free amino acid N terminal، اللي يكون على اليسار يكون نهايته N terminal، يعني يكون نهايته مجموعة الأمين. and the free carboxyl N C terminal residue on the right، والطرف اللي أيمن يكون مجموعة الكربوكسيل. يعني هنا خلينا نفترض هذا اعتبر هاي سلسلة مال البروتين،
الطرف الأيسر يكون منتهي بمجموعة الأمين، والطرف الأيمن يكون منتهي بمجموعة الكربوكسيل، فهذا قابل للارتباط مع مركبات أمينية أخرى بس من طرف المجموعة الأمين، وهذا الطرف قابل للارتباط مع مركبات أمينية أخرى بس من خلال مجموعة الكربوكسيل، لأن ندري إحنا الارتباط يكون بين أمين وكربوكسيل. The amino acid sequence is read from N-terminal end to C-terminal end. بس أنا من أجي أسمي البروتين كتسمية يعني أبدأ من N-terminal يعني من اليسار إلى C-terminal إلى اليمين، يعني إذا عندي ثلاث يعني مثلا هسه هذا حامض أميني وهذا حامض أميني، فأسمي هذا الحامض اللي على اليسار بعدين أسمي هذا الحامض اللي على اليمين يعطيني تسمية البيبتايد. The protein biosynthesis also start from N-terminal amino acid. يعني دائما تصنيع البروتين يقول يبدأ من N-terminal يعني من اليسار. نلاحظ هنا بهاي الأشكال، هذا هنا primary structure التركيب أولي للبروتين أو سلسلة اللي تكون من سلسلة من الحمامض الأمينية، لأن هذا يعني شوف سلسلة واحدة ماكو بالتواءات، وهذا هذا البرايمري يحتوي فقط على بيبتايد بوند، وهذا كل دائرة من هاي الدوائر الصغيرة تعتبر شنو؟ تعتبر أمينو أسيد. هاي السلسلة مال البرايمري ستراكشر التركيب الأول بروتين، وكل دائرة تعتبر أمينو أسيد، وهذا التركيب الأول بروتين الكربون بمجموعة أمين مجموعة كربوكسيل والآر جروب. هاي هنا توضيح آخر إنه هذا البروتين من يصير بي ديجراديشن تحطم يتحول إلى بيبتايد، الاعتبار بيبتايد يعني وحدات أصغر من البروتين، يعني خلينا نقول إن أنا سلسلة بروتين مثلا خلينا نقول بيها ألف حامض أميني، إنها راح يتقسم إلى بيبتايد، يعني يصير خلينا نقول عشرات البيبتيدات، بس كل بيبتيد هو بي مثلا فد أكثر من 10 حامض أميني. بعدين بيبتايد من يصير بديجريجيشن يتحطم انها تحطم الى امينو اسيد، فمعناها شنو؟ الحوامض الامينيه هي بريكرسر او وحدات البناء او الاشبه بالطابوق لبناء جدار، يعني تصور البروتين هو الجدار والحوامض الامينيه هي الطابوق، فهنا من يصير ديجريجيشن تحطم من بروتين الى حوامض امينيه كانه هان قاعد احول البايو موليكولز يعني الزيادة الكبيره الى سمول موليكولز، واذا بالعكس يعني هاي عمليه يسمونها كاتابوليزم داخل الجسم، كأنه عملية هدم جزيئات كبيرة إلى يعني نصير عملية دايجستشن للبروتين يتحول إلى أمينو أسيد، بس من أريد أسوي بناء يعني أنابوليزم إنه بالعكس هنا أسوي سينثيسيس بروتين باي أمينو أسيد، يعني نصير عملية معاكسة مثل ما موجودة بهذا الشكل، هذا أمينو أسيد حوامض أمينية أربطها مع بعضها بالبيبتايد بوند راح يعطيني بيبتايد. الدور البيبتايدات اربطها مع بعضها اذا عندي اكثر من بيبتايد شلون كانه هذا الشكل راح يعطيني البروتين. سورث هاف تو ريد البيبتايد، هنا يعني طريقه لقراءه البيبتيدات. The amino acid in peptide or protein are represented by three letter or one letter abbreviation. هاي ذكر يعني بالمحاضره السابقه وضحناها انه الحوامض الأمينية يعني توصف من خلال التسميه تم مختصره، ممكن ان تكون مختصره تسمى يعني بثلاث حروف او حرف واحد، فهنا من اريد اسمي البروتين باعتبار البروتين متكون من بولي بيبتايد بولي امينو اسيد، فكل اما حامض اميني يمثل بثلاث حروف او حرف واحد، بالتالي اذا يعني اشرت هذه الحوامض الامينيه بالتسميات مالتها راح يطلع اسم البروتين المقابل. This is chemical shorthand to write protein، هذا يعني الصيغه الكيميائيه ل shorthand to write protein. Naming of peptide، طبعا تسمية البيبتيدات. For naming peptide the amino acid suffix يعني البادئة مالتها تكون يعني منتهية بالان او مثل الجلايسين تريبتوفان او الجلوتاميت are changed to يعني تغير المقطع مالتها الى يل with exception of C terminal amino acid، يعني اسمي الحوامض الامينية بالبداية بنهاية مقطع 8 وبالنهاية مقطع ان، يعني مثلا جلوتاميت تريبتوفان جلوتاميت بعدين جلايسين مثلا هسه اكو تسميه راح نوضحها اكثر. This tripeptide composed of N-terminal glutamate، هذه يعني البولي بيبتايد او الترايبيبتايد يعني ثلاث حوامض امينيه المرتبطه مع بعضها تتكون من N طرفيه اللي هو الجلوتاميت والسيستاين ان سي تيرمينال جلايسين، والطرف الاخر اليمين هو يتكون من جلايسين
ولهذا هذا المركب راح يدعى جلوتاميل. هنا راح نوضح أكثر. جلوتاميل سيستانيل جلايسين. يعني شوف هذا بيبتايد، هذا بيبتايد بس من يا نوع تراي بيبتايد، يعني بيبتايد مكون من ثلاث حمامض أمينية. فالحامض الأميني الأول طبعا من ناحية الأطراف شرحناها قبل شوية، إنه الطرف اليسار مرتين مجموعة أمين، والطرف اليمين طرف مرتين مجموعة كربوكسيل. فهذا متكون من ثلاث حمامض أمينية فيسموه تراي بيبتايد، ثلاثي الحمامض الأمينية. من ناحية ترتيب التسمية مالته راح يكون جلوتاميت سيستانيل جلايسين. يعني المركب شوف الأول انتهى بمقطع الأيت، والمركب اللي بالنص انتهى بمقطع الواي ال، والمركب الأخير أو الحامض الأمين الأخير انتهى بمقطع اي ان اي. فجلوتاميت سيستانيل جلايسين في هذا الشكل يقول نيمينج اند بريزنت اوف تريبيبتايد. يعني هذا الشكل يوضح التسمية مال الحامض الأميني. هاي الأمينو أسيد البيبتايد، هذا شهادة تسمية الحامض الأميني بالسلسلة البيبتيدية. فإذا كل اسم من هذه الأسماء الحامض الأميني متكاملة عبرنا عنها بالحروف مالتها، قلنا الحامض الأميني ممكن يكون بشكل حرف واحد، يعني جلوتاميت مثلا رمز الإي، والسيستاين سي، والجلايسين جي، أو بالرموز الثلاثية جلوتامين سيستاين جلايسين، أو بالاسم الكامل جلوتاميل سيستانيل جلايسين. اذا انا الحامض الاميني يعني لسهوله يعني كتابه التسميه للبروتينات، يعني يعوض عن الحامض الاميني بالاسم الثلاثي للحروف او الاسم الحرف الواحد. والبوليبيبتايد المقطع مال الحامض الاميني انتي بالمقطع واي ال اللي هو جلوتاميل سيستانين، بس الحامض الاميني الاخير انتهي بالاي ان اي. فهذا الشكل يوضح الرموز represent a peptide، يوضح تسمية البيبتايد اللي هو تراي بيبتايد متكون من ثلاث حوامض أمينية. secondary structure of a protein. هاي احنا خلصنا التركيب الأولي للبروتين، نجي إلى secondary structure of a protein أو التركيب الثانوي للبروتين. The conformation of polypeptide chain by twisting or folding is referred to secondary structure. يعني الconformation of polypeptide chain يعني وضعية السلسلة البيبتيدية أو المتعددة البيبتيد by twisting or folding، من خلال الالتواء أو يعني الالتواء أو الطي للسلسلة، يشير إلى secondary structure، يشير إلى السلسلة التركيب الثانوي. يعني ذكرناها بالصفحة الأولى إنه أنا عندي مثلاً primary خطي، فمن أسوي له التواء؟ شلون عندك مثلاً يعني خيط او حبل واجي انا سلسله وابدي اني الويها، فمن يصير التويستنج التواء او فولد او يعني انطواء بالسلسله مال البرايمري بروتين او البولي بيبتايد راح يعطينا شكل السكندري. بس هذا الالتواء ما يبقى التواء ثابت اذا ماكو اواصر يعني تثبت هذا الالتواء او تلزمه. فشنو هاي الاواصر اللي تثبت الالتواء مال البروتين السكندري؟ هي الهيدروجين بوند. يعني الهيدروجين بوند موجود بالسكندري، بس البرايمري ما موجود بهيدروجين بوند، فقط ببيبتايد بوند. بس السكندري ببيبتايد بوند اللي تربط الحامض الأميني بنفس الهيكل الهيكل الحامض الأميني بالبروتين، أضافة إلى الهيدروجين بوند. The amino acids are located close to each other on their sequence. طبعا هو الحوامض الأمينية تكون متصلة مع بعضها من خلال الأصل البيبتيدية بالسلسلة، باعتبار السكندري ستراكشر هو بالأصل كان برايمري، بس هو مجرد صار بالتواء وارتبط بأصل هيدروجين صار سكندري. تو تايب اوف سكندري ستراكشر. طبعا اكو شكليين او تركيبين للبروتين السكندري، شكل يسمونه الفا هيليكس وشكل يسمونه الفا شيت. الالفا هيليكس هو الحلزوني، يعني الالتواء يكون على شكل حلزون، والشكل الاخر هو الفا شيت يكون على شكل صفائح اشبه بال يعني مستويه اشبه بالورقه. هسه نشوف الشكل مالتها بالصفحه اللي وراها. الشكل مالتها ار ماينلي ايدنتيفايد، يعني بشكل رئيسي ممكن تشخيصهم. عندنا ساينتفيك راما شدران ميد ا سيجنيفيكانت كونتريبيوشن ان اندرستاندينج ذا سبيشال ارانجمنت اوف بوليبيبتايد تشين. يعني هذا العالم هندي اللي هو يسمونه راما شندران
يعني اللي كان له دور مهم في عملية التوزيع هذه أو تصنيف هذه السكندري ستراكشر إلى ألفا شيت وألفا هيليكس. In understanding the spatial arrangement of polypeptide يعني لفهم هذه التفاصيل مع البوليبيبتايد نرجع ناخذها كل واحد على حدة. ألفا هيليكس أو الشكل الحلزوني للسكندري بروتين أو سكندري بوليبيبتايد بروتين. ألفا هيليكس is the most common spiral structure of protein. هو الشكل الحلزوني الأكثر يعني وفرة أو الأكثر وجود للبروتين. It has a rigid arrangement of polypeptide chain. يكون صلب والترتيب يكون يعني ترتيب مالته صلب وضمن السلسلة البولي بيبتايد. ليش يكون ترتيبه صلب؟ لأن هو يحتوي هنا على أسرتين، البولي بيبتايد اللي تربط الحوامض الأمينية والهيدروجين بوند اللي تربط الالتواء أو التويستنج أو الفولدد أو الانطواء مال الحلقة أو الحلزون. ألفا هيليكال ستراكشر واز بروبوزد باي بولينج اند كوري، يعني التركيب الحلزوني هذا تم اقتراحه من خلال هذا العالم. which is regarded as one of the milestones on the biochemical research، ويعتبر يعني فد يعني فد شيء جدا مهم واحد المعالم الموجوده في البحوث الكيمياء الحيويه. هذا الشكل اللي اكتشفه يعني اكتشاف هذا الالفا هيليكس يعتبر فد يعني انجاز عالمي ضخم جدا، حصلوا به جائزة نوبل الله يكرم بقتهم. The silent features يعني الميزات المميزة للألفا هيليكس كما موضح بهذا الشكل. هذا الألفا هيليكس، خلينا نوضح الشكل وبعدين نرجع نشرح عنه. هذا الشكل الألفا هيليكس أو الحلزون، يعني هذا هسه هنا هاي سلسلة البروتين البرايمري، هاي سلسلة البروتين أو البوليبيبتايد الخطية، يعني هذا هسه هنا برايمري. لكن هذا الفولدينج الالتواء المستمر بحيث اعطانا شكل الهيليكس او الحلزون، فاصبح هذا الشكل شنو؟ سكندري، شكل الثنائي. يعني السلسلة هاي الوحدها السلسلة المستقيمة المستمرة هذا كأنه برايمري. بمن مرتبط؟ مرتبط بالبيبتايد بوند، اواصر الابتدية. لكن من صارت هاي السلسلة المستقيمة مستمرة وملتوية، هذا الالتواء منو اللي يعني لزم هذا الالتواء؟ أواصر هيدروجينية، فصار عندنا هيدروجين بوند بين أمينو جروب أند كاربوكسيلي جروب بين كل يعني هيليكس عن داخل كل التواء أو تويست أو انطواء. فهاي التعاصر الهيدروجيني هو اللي راح يعطينا الميزة الخاصة بالألفا هيليكس أو السكندري بروتين. نكمل هاي الفا هيليكس استايتلي ها هنا نرجع للوصف مالت الالفا هيليكس استايتلي باكيت كولايد ستراكشر، هو تراكيب ملتويه معبئه باحكام. ليش معبئه باحكام؟ لان تحتوي على نوعين من الاواصر هيدروجين وبيبتايد بوند وذ امينو اسيد سايد تشين مع سلسله الحوامض الامينيه اكستندد اوتوارد فروم ذا سنتر اكسس، يعني تتجه باتجاه خارج المركز المحور. The alpha helix is stabilized by extensive hydrogen bond. يعني الالفا هيليكس يكون مستقر من خلال التعاصر الهيدروجيني الواسع. يعني هذا التعاصر الهيدروجين بوند يعطي فد ستابيليتي للالفا هيليكس. It is formed between hydrogen atom attached to peptide N and oxygen atom attached to peptide C. يعني العاصر الهيدروجين راح يتكون بين ذرة الهيدروجين المرتبطة بال بيبتايد N اللي هو طرف N الحامض أميني and oxygen atom attached to peptide C مع ذرة أكسجين الحامض الأميني آخر يعني another amino acid attached to peptide C مرتبطة بالبيبتايد C. The hydrogen bond are individually weak but collectively they are strong enough to stabilize the helix. يعني العصر الهيدروجينية individually weak يعني احنا معروف ان العصر الهيدروجينية تبقى عصر ضعيفة، لكن but collectively لكن بشكل من تنجمع هذه الأواصر الهيدروجينية مع بعض they are strong enough راح تكون يعني ارتباط قوي كافي وبالتالي يعطي stabilize the helix يعطي الاستقرار
للحلزون. يعني أصلا الهيدروجينية وحدها هي تعتبر أصلا ضعيفة، لكن يعني كثرة الأواصر الهيدروجينية أو كثافة الأواصر الهيدروجينية، يعني extent of hydrogen bond between ال polypeptide by connection between a carboxylic group through oxygen and the amino group through nitrogen راح يكون لي rigid أو strong bonding between peptide bond. يعني كثرة الأواصر الهيدروجينية الموجودة من خلال ارتباط مجاميع الأمين مع مجاميع الكربوكسيل، وقلنا كل أصل هيدروجين يتكون بين هيدروجين وأكسجين، بس أكسجين حامض أميني وهيدروجين حامض أميني آخر بالالتواء المقابل إله. كثرة الأواصر الهيدروجينية هذه راح تعطي استابلتي استقرارية للهيليكس أو الحلزون أو التركيب البروتين هذا الموجود. All the peptide bonds except the first and last on peptide chain participate in hydrogen bonding. يعني يقول كل الأواصر البيبتيدية، إحنا أواصر بيبتيدية وين موجودة؟ موجودة يعني between amino acid ضمن السلسلة الخطية. أواصر بيبتيدية موجودة ضمن السلسلة الخطية مال البيبتايد. Except the first and last on polypeptide chain participate in hydrogen bond. يعني كل الأواصر البيبتيدية، هسه هنا هذا الشكل ايش عندنا؟ هاي الآصرة بين مجموعة الكربونيل ومجموعة الأمين، هاي شنو هي؟ هاي بيبتايد بوينت، آصرة بيبتيدية. فهو يقول كل الأواصر البيبتيدية تشترك بالتآصر الهيدروجيني، لأن هاي الآصرة البيبتيدية مين مرتبطة؟ مرتبطة بمجموعة الأمين. هاي مجموعة الأمين تكون آصرة هيدروجينية مع كربوكسيل مجموعة مع حامض أمين آخر، ومجموعة الكربوكسيل لنفس الحامض الأمين اللي حل الحامض الأمين الآخر أيضا تكون تآصر هيدروجيني مع الحامض الأمين المقابل. فيقول جميع الأواصر البيبتيدية تكون تآصر هيدروجيني باستثناء الطرفية، يعني هنا هاي ما تكون تآصر هيدروجيني بالطرف، وهاي هنا بالطرف أيضا ما تكون تآصر هيدروجيني. فهاي المقصود بهاي العبارة. Each turn of helix contains 3.6 amino acid and travel distance of 4.4 nanometer. The space of each amino acid is كذا. هنا يعطيك فد إنه كل دورة من دورات الهيليكس تحتوي على الحامض الأمينية بنسبة أو قياس أو مسافات هالقد بالنانومتر. طبعا كده قياسات يعني صغيرة جدا بالنانومتر، هاي المسافات بين الحلقات أو الالتواءات. Alpha helix is a stable conformation forming spontaneous with lower energy. يعني الألفا هيليكس يكون وضعية مستقرة، وقلنا الاستقرار مرتب بسبب الهيدروجين بوندينج forming spontaneously، وبالتالي يكون بشكل تلقائي with lower energy، يكون يعني يكون الطاقة مالته منخفضة. The right-handed alpha helix is more stable than left-handed alpha helix. يعني احنا يقول يعني شكل الالفا هيليكس اللي يكون باتجاه اليمين اكثر استقرار باتجاه اليسار اعتمادا على الكونفيجريشن على الوضعية مالته. Certain amino acid particularly protein disrupt the alpha helix. يقول بعض الحوامض الأمينية خصوصا البروتين البرولين disrupt the alpha helix، تحطم الالفا helix. ليش؟ ليش البرولين تحطم الالفا helix؟ لان احنا البيبتايد بوند تتكون بين مجموعة امين ومجموعة كربوكسيل، بس بالبرولين لا، البرولين الاصل البيبتيدية المجموعة الأمين يتداخل مع مجموعة الكربوكسيل يرتبط بهم بشكل مباشر، فحتى الأصل البيبتيدية ما تقدر يعني تتداخل يعني وترتبط مع حامض أميني آخر، لأن حامض أميني إذا تذكر المحاضرات السابقة ذكرنا أنه شكله يختلف عن الحوامض الأمينية الأخرى، أنه الحوامض الأمينية كلها مجموعة الكربوكسيل والأمين فري حرة، بس بالبرولين تكون مندمجة. فهذا البرولين يقول من يدخل بالسلسلة مالت البروتين راح يسوي disrupt الفاركس، يحطم الشكل الحلزوني. Large number of acidic or basic amino acid also interfere with alpha helix structure. يعني يقول كثير من أو عدد كبير من الحوامض الأمينية سواء كانت حامضية أو قاعدية ممكن أن تتداخل في تركيب الالفا هيليكس. وهذا هنا قلنا الشكل diagram represent of secondary structure of protein right-handed alpha helix. هذا الشكل يوضح التركيب الثاني للبروتين. هاي النقاط الحمراء تشير المن الى الار جروب، يعني السلسله الالفاتيه او الاروماتيه، يعني مجموعه الار، هاي النقطه الحمراء.
والبينما النقاط الزرقاء بس بينما الدوت بلو لاين ار هيدروجين بوند، هاي النقاط الزرقاء تشير الى الهيدروجين بوند او تآصل الهيدروجين، وهاي الحمراء تشير الى الار يعني السلسله الالفاتيه او المرتبطه او الاحتمال ممكن تكون اروماتيه المرتبطه بالحامض الاميني. نجي للشكل الاخر للسكندري ستراكشر. هسه احنا لحد الان قاعد نشرح بالسكندري بيتا بليتد شيت اللي هو شكل صفائحي، يعني احنا قلنا شكل يكون حلزوني واكو شكل اخر صفائحي. This is the second type of structure، هذا النوع الثاني من التراكيب للبروتين الثانوي هينز بيتا افتر الفا، يعني عندنا شكل الفا وشكل بيتا للسكندري ستراكشر اوف بروتين. Proposed by Bowling and Corey، ايضا تم يعني اكتشافها او اقتراحها من قبل هؤلاء العلماء. Beta plated sheet or simple beta sheet are composed of two or more segment of full extended peptide chain. يعني البيتا بليتد شيت ايضا يتكون من يعني قطعتين او اكثر من الحوامض الامينيه او الـ او الاكستند بيبتايد تشين او السلاسل البيبتيديه يعني الواسعه او الممتلئه من الحوامض الامينيه. سنلاحظ الشكل مالتها. And the beta sheet the hydrogen bond are formed between neighboring segment for polypeptide chain. هو ليش يتكون البيتا شيت؟ انها يقول بيتا شيت ليش يتكون؟ يتكون بسبب تكوين اواصر هيدروجينيه between neighboring segment بين الاجزاء المتجاوره للبوليبيبتايد تشين. احنا لو نشاهد هسه هذا الشكل الحلزوني الاواصر الهيدروجينيه تكونت بين من؟ تكونت بين الحامض الاميني الموجود بهذا الالتواء والحامض الاميني المقابل له فاعطانا الشكل الحلزوني. بس بالبيتا شيت لا، الاصل هيدروجين تتكون مع الحوامض الامينيه المتجاوره الها بنفس الحلقه، يعني كانه بنفس الحلقه المجاوره الها، فتكوين اواصر هيدروجينيه يعني formation of hydrogen bond between neighboring amino acid led to forming beta sheet، بينما formation of hydrogen bond between amino acid opposite amino acid another on twist peptide bond led to forming alpha helix. يعني تكوين اواصر هيدروجينيه بين الحوامض الامينيه المتقابله يعطينا الالفا هيليكس، بس تكوين اواصر هيدروجينيه بين حوامض امينيه متجاوره، يعني هذا حامض اميني وهذا حامض اميني متجاور، فبنصير تآصل هيدروجيني بين هاي الحوامض الامينيه المتجاوره يعطينا شكل البيتا شيت، بس تكوين اواصر هيدروجينيه بين الحامض الاميني والحامض الاميني المتقابل اله بالسلسله مال البروتين يعطينا الالفا هيليكس. نشوفه بهذا الشكل. احنا شوي طولنا بالمحاضرة بس هي ما نقدر نقطعها متسلسلة. نشوف هنا هذا الشكل البيتا شيت، هذا هنا السلسلة مال الحوامض الأمينية أو البولي بيبتايد، هذه السلسلة الأولى وهذه السلسلة الثانية. هنا راح يصير تآصل هيدروجيني، هيدروجين بتوين تشين تآصل هيدروجيني، بس هذا التآصل الهيدروجيني شنو؟ ضمن نفس المستوى يعني نفس الحلقة مال السلسلة البيبتيدية، وبالتالي فاذا صار ضمن نفس المستوى راح يعطينا بيتا شيت. هاي هنا طبعا هذا السلسله مو مثلا هسه هذا هنا ان تيرمينال وهذا السي تيرمينال، فشوف التآصل الهيدروجيني يكون بين السلسلتين بس شنو ضمن سيم بلانر ضمن نفس المستوى. يعني التآصل الهيدروجيني بين مجموعه الكربوكسيل الطرفيه ومجموعه الامين الطرفيه وهكذا، يعني التآصل الهيدروجيني صار بين الاطراف ان تيرمينال سي تيرمينال وهكذا. ستراكشر اوف بيتا بليتد شيت اي هيدروجين بوند بتوين بولي بيبتايد تشين. طبعا هو شنو؟ اكو برر متوازي وبيتا بليتد شيت، واكو انتي برر او مضاد للتوازي للبيتا شيت، بس سواء كان متوازي او غير متوازي هو يعتبر ضمن نفس المستوى، ولهذا يعطينا شكل الصفائحي يسمونه بيتا شيت او بليتد شيت، ما يعطينا شكل الهيليكس الحلزوني، عايزين يكون خارج المستوى. برارل اند انتي برارل بيتا شيت بولي بيبتايد تشين از بيتا شيت مي بي ارانجد ايذر اون برارل، يعني سلسله البولي بيبتايد في البيتا شيت من نقوم بالبيتا شيت يعني سيم بلانر ضمن نفس المستوى، ضمن نفس المستوى من نقول ضمن نفس المستوى يعني هذا يعني التآصل ضمن نفس هاي الحلقه، تآصل ضمن نفس هاي الحلقة يعطيني بيتا شيت، تآصل ضمن نفس هاي الحلقة يعطيني بيتا شيت، بس التآصل الهيدروجيني بين الحلقتين يعطيني الفا هيليكس اللي هو هذا الشكل.
فهنا حكينا كانه ضمن نفس المستوى ضمن نفس الحلقه، بس حتى اللي هو ضمن نفس الحلقه اكو بين نوعين من التآثر، اكو متوازي وغير متوازي، برر او انتي برر. نشوف هنا اكو تآثر يعني نفس نفس الاتجاه يكون برر متوازي. فسلسله بولي بيبتايد للبيتا شيت may be arranged either on parallel same direction اذا كان بنفس الاتجاه يعتبر تآثر متوازي، او انتي برر اوبوزيت دايركشن اتجاه معاكس. This is illustration كما بنلاحظ بهذا الشكل. Beta sheet, beta platelet sheet may be forming either by separate polypeptide chain، يعني ممكن تتكون أواصر البوليبيبتايد تكون منفصلة. Hydrogen bond are interchain، يعني ممكن يكون تآثر هيدروجيني بيني يعني ضمن نفس السلسلة يعني داخل السلسلة. Or single polypeptide chain folding back on itself hydrogen bond inter intrachain يعني خارج السلسلة البيبتيدية، يعني ممكن يكون السلسلة البيبتيدية يصير تصير هيدروجيني ضمن نفس السلسلة يعني ضمن نفس السلسلة يعني itself يعني البوليبيبتايد نفسه يكون تآثر هيدروجيني مع نفسه فيسمونه intrachain، وممكن يكون تآثر هيدروجيني separate يعني مع سلسلة بيبتيدية أخرى فيسموه interchain يعني بين سلسلة وأخرى. يعني هسه هاي سلسله بيبتيديه ممكن يكون تآثر هيدروجيني ضمن نفس السلسله يعني واحد مركب مع اخر، واذا بينما اذا صار تآثر هيدروجيني بين سلسله واخرى يسمونه انتر تشين. Occurrence of beta sheet many protein contain beta platelet sheet، يعني البيتا شيت ممكن يعني البروتين ممكن يحتوي على البيتا بلاتيت شيت ممكن يحتوي على الفا هيليكس. Alpha helix and beta sheet are commonly found on the same protein structure. يعني كما نلاحظ بهذا الشكل انه شكل البروتين ممكن يحتوي على الميستين اثنيناتهم. يعني ممكن يحتوي على الهيليكس ممكن يحتوي على بلاتيت شيت. الشكل الحلزوني والشكل الصفائحي. فهذا هنا diagram represent protein containing alpha helix and beta plated sheet. يعني ممكن البروتين يحتوي على فقط الالفا هيليكس ممكن يحتوي فقط على البيتا شيت ممكن يحتوي على الاثنين. On the globular protein كما في الجلوبالر بروتين بيتا شيت forming the core structure، يعني بيتا شيت يمثل يعني اللب او يعني القلب او لب التركيب مال الجلوبال بروتين. Other type of secondary structure انواع اخرى من التراكيب مال البروتين beside the alpha and beta structure described above the beta bends and non repetitive less organized structure secondary structure also used found on the protein. يعني تراكيب اخرى بجانب الالفا والالفا هيليكس والبيتا شيت اكو تراكيب اخرى تكون يعني تكون لها اشكال تختلف عن الاشكال اللي ذكرناها من خلال البينز الالتواءات او النون ريبيتيتيف او التكرار الموجود لهذه الارتباطات بتكون تراكيب اقل تنظيم، ولكن هي ايضا تعتبر ضمن التراكيب الثانويه وموجودة بالبروتين. يعني التركيب النظامي للبروتين هو هيليكس والبيتا شيت، لكن يكون احيانا اكو تراكيب متكررة وغير نظامية وسبب بها نوع من الانحناءات، بس هي ايضا تدخل ضمن نفس التصنيف او التركيب مال السكندري ستراكشر. وبهاي المحاضرة انت